صار لي 4 أيام منايم لخدمة زوار الحسين عليه السلام. موكب الباقر يخدم أفضل خدمات للزوار، وجبة عشاء وأفطار ريوق، أنواع ما يتمناه الزائر. شنو يتمنى الزائر احنا نوفر له. سنة على سنة تجددون يمكن الأشياء. يمكن الأفضل والأحسن نجدد. الحمد لله والشكر رب العالمين. لا الحمد لله. ماكو تعب. خدمة الحسين شرف لنا. نكيف. يومين اخدمهم، 4 أيام انا ببقى بعد اسبوع هم انا. وياك اولادك وشفت يعني؟ انا اولادي ما وياي. وحدك؟ انا وحدي. جاي وحدي عايفة عندي بنات. وليس لك اياهم. الله يحفظ لك اياهم بناتك. الله تعرفون هذا موكب الباقر يخدي رعاية الأيتام، مو بس موكب حسيني. عندنا قسم رعاية الأيتام، ملابس، كسوة عيد، فلوس نعطيهم. يعني سمعت الشيخ الله يحفظه الشيخ إمام مخصص لهم مبالغ شهرية، رواتب لعوائل الأيتام أو شهداء الحشد المقدس، جهاد الفتوى الكفائية، أنه مستمرين. تعرفون مؤسسة باجة الباقر خيرية من ضمن موكب الباقر. عملكم على طول السنة مختلف المناسبات وحتى من غير مناسبات. غير مناسبات مستمرين. تخلص هذه الزيارة ورانا وفاة الرسول، مستمرين خدمة أهل البيت. مأجورين إن شاء الله، والله يتقبل منكم ويزيدكم سنة على سنة. جزاكم الله خير الجزاء.